يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. دانييلو يمسك الحارس بالكرة. كريتشوفياك، رامزي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عدت الكرة. كريستيانو رونالدو بعيدة تماما عن المرمى. بدا لي أن الدفاع سهل جدا في اللقطة الأخيرة. كانت الشوارع مفتوحة لمروره لأن يتقدم أكثر نحو مرماهم. ويوقف الحكم إذا البطاقة الصفراء. كريتشوفياك. كريتشوفياك. ضغط قوي وينجح في استعادتها. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. هيدر. جواو ماريو. كوفيديس. كرة طولية إلى الأمام. كورلوكا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كوفيديس. جواو ماريو. إيدر. جواو ماريو. إيدر. يستعيدها رامزي. يحاول تمريرها من بين المدافع. إيدر. كرة إلى الأمام. رونالدو. وها هي نهاية الشوط الأول. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم عزيزي المشاهد هي التعادل السلبي. ننتظر. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. جواو ماريو يفقد توازنه. يحتسب الحكم ركلة حرة. كريتشوفياك. كرة لا تمر تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة طويلة للأمام. يمر ويلعب كرة بينية. أليكساندرو. بيانيتش يبحث عن المهاجم. إمكانية مرتدة الآن. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. يلعب كرة بينية. كورلوكا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ينطلق على الجهة اليمنى. هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ بينية إلى كريستيانو رونالدو. أدريان رابيو. لمسة بينية. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. وستكون هنا رمية تماس.
يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. دانييلو يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. جواو ماريو، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. كرة طولية من الحارس، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. آرون رامزي يحاول تمريرها من بين المدافعين. جواو ماريو يحصل عليها بيانيتش. أدريان رابيو يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. تسديدة من إيغوين. بلا رقابة وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. لوكوموتيف موسكو يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء، الدفع بلاعبين في وقت واحد. بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء.